الفنانة هند كامل مواليدها أصلها وشلون بدت حياتها الفنية؟ شنو أكبر خطأ ارتكبتها بحياتها؟ شنو الموقف اللي صادفها بحرب الخليج؟ وين عاشت ووين هي حالياً؟ حضر كوب الشاي وتعال احكي لك. الله بالخير، اللي ما يعرفني أنا عمر الرياض وهذا الدكان. هند كامل انولدت ببغداد بمنطقة الكاظمية سنة 61 وعاشت بحي الجامعة ببغداد، خريجة المعهد العالي للفنون، وأبوها كامل الشندي مصور فوتوغرافي وكان عنده برنامج الحديقة المنزلية بأيام الثمانينات، وعدها أخوان اثنين همام وهاملت، وأختها الفنانة هديل كامل وأمها الممثلة المعروفة فوزية الشندي. أمها كانت تأخذها وياها وهي طفلة لبروفات المسرح واستديوهات التلفزيون، ومن طفولتها حبت التمثيل. بيتهم كان عبارة عن كتب ولوحات فنية، وكل أهلها كانوا يقرون كتب، وتعلمت من طفولتها أن تكون إلها مكتبتها الخاصة بغرفتها الصغيرة بالطابق الثاني. بالابتدائية والثانوية كانت تشارك بالأنشطة الثقافية والفنية المدرسية، تلقى الشعر، تغني، تمثل وحتى ترسم، وكانت ترسم كاريكاتير. حصلت هند أول هدية من والدها وقت تخرجها من السادس الابتدائي، عبارة عن موسوعة بمجلدات، وكانت كلش فرحانة بالهدية لأن هي تحب القراءة من صغرها. بنهاية السبعينات شاركت بدبلجة المسلسلات الكارتونية في وقتها، نشاطها تركز على التمثيل، فمثلت وهي طالبة العديد من الأدوار التلفزيونية، وكان أول نجاح إلها بطولة تمثيلية رائحة القهوة ويا قاسم الملاك. بمرحلة الجامعة قدرت تبرز كممثلة تلفزيونية وإذاعية وسينمائية، وكانت إلها بطولة بالفيلم التلفزيوني حيث لا يقف القطار طويلاً سنة 81. درست بكلية الفنون الجميلة جامعة بغداد وحصلت البكالوريوس سنة 83 بالدراسات المرئية السمعية كمخرجة، ومثلت العديد من المسلسلات التلفزيونية مثل أيام ضائعة، الفرج بعد الشدة، وفيلم الحدود الملتهبة سنة 84 وصلتها دعوة من شركة إنتاج خليجية ووقفت ويا الفنان صلاح ذو الفقار وياها نخبة من نجوم الفن العربي، وأنتجوا مسلسل المرايا اللي تم تصويره بتلفزيون قطر وتلفزيون أبوظبي. بعد التخرج برزت كممثلة أولى بالإذاعة والتلفزيون والسينما رغم صغر سنها. شاركت بتأسيس شركة سومر للفنون السمع بصرية سنة 88 ويا مجموعة من الفنانين أبرزهم فيصل الياسري اللي صار زوجها فيما بعد، ويوسف العاني، وخليل شوقي، وسامي قفطان. هاي الشركة هي أول شركة للإنتاج الفني بالعراق بوقتها، وبعد ارتباطها بالمخرج فيصل الياسري بالكويت سنة 84 لعبت أدوار مهمة بمسلسلات خليجية، وتركت بصمة واضحة كممثلة كوميدية بمسلسل زوجة بالكمبيوتر اللي مثلت به ست شخصيات نسائية مختلفة، وقدرتها على تنوع الأداء والسيطرة على الأدوات الفنية مكنتها من أداء الأدوار المركبة والمعقدة، وأبدعت بمسلسل رجال في الذاكرة ومسلسل نساء نساء من إنتاج سلطنة عمان ومسلسل الذخائر وقاضي القلوب. توجهها للعمل التلفزيوني ما قدر يبعدها عن السينما. سنة 87 مثلت بطولة فيلم بابل حبيبتي، وشاركها البطولة يحيى الفخراني وسامي قفطان وسماح أنور وأحمد عبد العزيز، وأيضا مثلت الفيلم في ليلة سفر سنة 88، واستمرت بالتمثيل إلى سنة 2021 لما شاركت بمسلسل أم بديلة. ومن المواقف اللي ما تنساها بأيام التسعينات كانت مقيمة بالكويت، رجعت للعراق حتى تشارك بتصوير عمل تلفزيوني، كملت تصوير لكن ما قدرت ترجع للكويت لأن بوقتها توقف الطيران بسبب حرب العراق والكويت. هي ندمانة لأن ما أنجبت غير ولد واحد اللي هو ديار بعد 11 سنة من زواجها، وهي تعتبر هذا أكبر خطأ ارتكبته بحياتها، وقالت الأمومة أهم شيء بحياتي وزوجي وابني هم مصدر سعادتي. هند كامل تعشق الطبيعة وتحب كاميرا السينما أكثر من التلفزيون لأن تعتبر كاميرا السينما تنطي عمق أكثر لشخصيتها. هي محترفة بس تخاف من اللحظات الأولى للتصوير، وتحس برهبة لمن يشتغل الضوء الأحمر للتصوير، وبمجرد ما يبدأ التصوير تحسسك أنه هي فارس مستعد للمعركة. هي مسالمة، رقيقة، طيبة، وحريصة أن تكون بأفضل مظهر.
ما ممكن نقدر نحصي الجوائز والتكريمات اللي حصلت عليها، لأن هند كامل حياتها مليانة بالنجاحات. ألفت كتاب ب 650 صفحة بعنوان مسافر زاده الخيال، وجزء من الكتاب يتضمن سيرة حياتها من الطفولة لحد الآن، وحاليا هي مقيمة بالأردن. هاي هي هند كامل وهاي قصة حياتها، واللي عنده معلومات أكثر يا ريت يذكرها إلنا. ونذكركم تابعونا على قناة سامراء الفضائية، وإذا كنت تشوفنا على الفيسبوك لا تنسى الإعجاب بالصفحة، وإذا كنت تشوفنا على اليوتيوب لا تنسى الاشتراك بالقناة، واسمحونا نقفل الدكان ونشوفكم على خير.